طبعا تحية إلى محبين يزيد سواء بالمملكة أو بدول الخليج. يزيد، هناك أمرين أريد أن أتحدث عنهم. الدعم المادي لفريقك، نحن نعرف الراعي الرسمي حديد الراجحي، والدعم الإعلامي ليزيد، كيف ترى الدعم الإعلامي لك والدعم المادي؟ طبعا الدعم المادي، يمكن حديد الراجحي أول ما بدينا يمكن أول 3 راليات فقط كانوا معي، فقط يمكن كان أول 3 راليات، على كل رالي كان مليون، بعدين وقفوا، كان الاتفاق معهم 3 راليات اللي كانت 2000 وسنة 2007، الباقي الراليات كلها أنا أكملها. العام هذا ايضا طبعا ما كان في سبونسر، جتنا عروض بس طبعا يعني اذا بيجيك سبونسر يعني بيدفع تكاليف الرالي الصحيح، مش يدفع يعني مبلغ ما يغطي المصاريف ويقول لك بحط الشعارات، يدفع المبلغ اللي يتغطى للسياره، وانا ما عندي مشكله. ان شاء الله. الدعم الاعلامي يزيد، كيف ترى يعني اهتمام الإعلام برياضة السيارات عموما وبيزيد، كيف ترى؟ طبعا يمكن الاهتمام صراحة جدا عالي، وفي توجه لهذه الرياضة إذا كان فيها فعاليات. يبدو أن هناك فاصل. مشاهدينا، نبقى مع فاصل قصير، نعود بعده للمتابعة. عذرا مشاهدينا لهذا الانقطاع، نعود لمتابعة الحديث مع بطلنا السعودي يزيد الراجحي. يزيد، كنا نتكلم عن الدعم الإعلامي لرياضة السيارات، كيف ترى الاهتمام الإعلام برياضة السيارات وكيف ترى الاهتمام الإعلام بيزيد الراجحي؟ طبعا الاهتمام الإعلام برياضة السيارات، طبعا في توجه على حسب المشاركات وعلى حسب الفعاليات المقامة، ما نقدر مثلا نقارنها مثلا في فعاليات المقامة مثلا في كرة القدم، أكيد أن فعاليات أكثر عدد من السيارات واختلاف تنوع الفئات السيارات، وتقريبا يمكن يعني تثقف الجمهور في هذه الرياضة وتفاصيلها شوي متعب، ولكن في توجه وفي تطور إن شاء الله. الاهتمام الإعلامي بك؟ طبعا انا الحمد لله يعني الموضوع الاعلامي، انا الملف الاعلامي انا ما لي علاقه فيه اي اعلام، ما شاء الله الاخ فيصل الدعجاني اخ وصديق وهو المنسق الاعلامي للفريق وقايم. يعني انت راض على اهتمام الاعلام بفريقكم او ما يكتب لا عنكم؟ يمكن راضي عن يمكن فيصل الصراحه والاعلام اكيد ان شاء الله. ننتقل الآن للحديث عن المرحلة الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط، رالي دبي الدولي الحالي. استعداداتك لهذا الرالي، السيارة، الملاح، الفريق؟ طبعا يمكن هذا الرالي فيه يعني عدة عوامل مختلفة جدا. أول شيء رالي منافسة جدا عالية، يمكن أكثر رالي راح تصير فيه منافسة لعدة أسباب يعني كثيرة جدا، يعني تتكلم عن أسباب يعني جدا عالية، سواقين كثيرين بيطلعون، يمكن هذا أكثر رالي هذا السنة في سواقين سريعين. هذه الصور يزيد التقطت صباح اليوم للفريق الصيانة، يجريون الصيانة على السيارة. تابع الحديث يزيد. طبعا رالي فيه متسابقين جدا سريعين، منافسة جدا عالية، كل واحد لازم يثبت نفسه في هذا الرالي، خصوصا أن البطولة حسمت، ليس صح لم يعد منافسة أو حذر صح من البعض. طبعا يعني الله إن شاء الله يوصلهم كلهم سالمين، يعني بتصير يعني أتوقع أنه يعني متعب جدا الموضوع في هذه البطولة، خصوصا أيضا لدينا يعني هناك صراع على لقب هذا الرالي، هناك صراع أيضا من نوع ثاني على لقب أو الوصافة ربما بتكون بين مسفر المري ونيك جورجيو، الفارق نقطة واحدة أيضا. يزيد، توقعاتك لرالي دبي بالنسبة لك؟ لا أتكلم عن الآخر. طبعا بالنسبة لي أنا في الرالي هذا يعني أنا كمان القدم على الوقود. طبعا يمكن إن شاء الله الخطة في هذا الرالي نفس التوجه طبعا، بس ما أتوقع أنه راح نكون يمكن بالسرعة المطلوبة، بسبب أنه يعني ناس حسمت يمكن عندهم البطولة،
وناس ما عندهم مثلا نقاط في البطولة يعني غريب شوي الرالي فبتصير جدا. وهو ربما أكثر رالي يشتري يعني مشترك فيه عدد من المنافسين متواجدين كلهم مع بعض، غالبا ما نرى غياب شخص أو اثنين. صحيح، فرالي متعب جدا، الرالي سريع. وأيضا عودة الشيخ خالد القاسمي أيضا من بطولة العالم للراليات للمشاركة برالي دبي أيضا كمان رح تكسب الرالي. السيارة يزيد كيف استعداداتها؟ طبعا السيارة الحمد لله عليها ماكينة جديدة، سيارة يمكن آخر رالي بشارك فيها، بس إن شاء الله تطلع سالمة من الرالي طبعا إن شاء الله، وإن شاء الله أننا نحقق عليها مركز. إذا ما جتنا مشاكل إن شاء الله راح نصير في مراكز.